هو جايب لي المسألة الأولى دي في كايرو جبر ريت، بيقول لي 1 بلس اي باور 4 1 ماينس اي باور 7 ايكوال اكس بلس 1. طيب احنا اتفقنا قبل كده ان انا عندي ان اي باور 2 ايكوال نيجاتيف 1. طيب نيجاتيف اي باور 2 ايكوال بوزيتيف 1، اي باور 3 ايكوال نيجاتيف 2، اي باور 4 ايكوال 1. طيب انا ملاحظ حاجه قبل ما اشتغل في المساله، اشوف لو في حاجه من دول نخلصها. طيب انا عندي اي باور 4 ايكوال 1 بلس 1، وهنا 1 ماينس، قلنا اي باور اعلى من 4 ناخدها على جنب كده نعملها ديفايدد 4. 7 ديفايدد 4 هتديني 1 اند 3 اوفر 4. 7 ديفايدد 4 هتديني 1 اند 3 اوفر 4. يبقى عندنا ده اللي هيبقى الريميندر بتاعنا، يبقى ماينس اي باور 3. يعني x بلس y يبقى i باور 7 دي تحولت ل i باور 3. قلنا طبعا بنعملها شيفت ايه؟ اس دي عشان تحولها لي كده. وساعات طبعا زي ما اتفقنا بيجيب لي حاجه زي i باور 10 كملحوظه كده. i باور 10 لو انا خدت ال 10 عملتها ديفايدد 4 وبشيفت اس دي هتلاقي اداتك 2 اند هاف. 2 اند هاف. في الحاله دي تحول ال 2 دي ل 4 تعمل تايمز 2 تايمز 2. يبقى 2 اند 2 اوفر 4. في الحاله دي يبقى كانها تتحول لايه؟ لازم اتاكد ان اللي تحت ده 4 مش 2. ففي الحاله دي هتبقى اي باور 10 دي عباره عن اي باور 2 واي باور 2 اللي هي بنيجاتيف. طيب فانا عندي دلوقتي بقى هنكمل بقى المساله دي، 1 بلس 1 يبقى 2 ودي 1 ماينس اي باور 3 اصلا بنيجاتيف اي، يبقى دي كانها ماينس اي اهو برضه ايكوال اكس بلس واي. طيب انا عارف ان نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف، يعني كانها 1 بلس اي وهنا دي 2 ايكوال اكس بلس واي. طيب هبتدي اعمل ايه؟ هدخل ال 2 تايمز ده وده، 2 تايمز 1 ب 2، 2 تايمز اي ب 2 اي ايكوال اكس بلس واي. طيب هبتدي بقى اعمل ايه دلوقتي؟ اقارن بقى هنا الريل بارت اللي هو اكس اللي ما فيهوش اي هيساوي الريل بارت. طب الايميجنري بارت اللي هو الواي اي هيساوي 2 اي، يعني اللي فيه اي هيساوي اللي فيه اي واللي ما فيهوش اي هيساوي اللي ما فيهوش اي، يبقى 2 اي ايكوال واي اي. لو انا شلت الاي مع الاي هيطلع الواي ب 2. خلاص يبقى انا كده عندي الاكس ب 2 والواي ب 2. هو بيقول لي اكس بلس 1 يعني 2 بلس 2 تبقى ايكوال 4، وتبقى خلصت على كده المساله بتاعتنا الاولانيه. طيب هو مديني المساله دي برضو في تشوز، وبيقول لي ايه؟ مديني الداتا اللي على الترينجل ده، وبيقول لي الترينجل اي دي اي اللي هو فوق ده اهو سيميلر للترينجل الكبير اي بي سي. طيب هو كده السؤال جاي لي عليا في تشوز. طب السؤال ده ممكن لو جالنا عليا في اسيا هنقوله برضو. لو عليا في تشوز هيبقى سهل، لان واضح جدا ايه؟ واضح جدا ان الحته الصغيره دي 2 ودي 4 قدام الرتين. يبقى لما الحته دي 1.5 يبقى على طول الحته دي 3. ده لو فجاي لي في تشوز. طيب نفرض ان هو كان جايبه لي اسي، يعني كاتب لي ايه في ده بمجرد النظر. طيب لو جاي لي عليا اسي بقى هي كان هيجيب لي السؤال ده ازاي؟ كان هيديني معلومه ان ده بارل اللي ده. او ما انا اثبت له بقى الاسي ازاي؟ هيقول لي طبعا بروف ذات ان الترانجل ده سيميلر للترانجل الكبير. وهيقول لي فايند اي بي، يعني كان بس هيزود لي كلمه بروف. بروف ان الترانجل ده، وكان هيقول لي هيديني في الجيفن ان دي اي بارلل لبي سي. كان هيقول لي، فانا كنت في الحاله دي اقول له ايه؟ في البروف بتاعنا بقى لو جاي لي سؤال بي سي اقول له سينس ان دي اي بارلل بي سي. انا عشان احنا بنعمل ريفيجن فبقولها بجميع الاشكال. هي بصراحه في الامتحان اللي احنا بنحل فيه جاي على اي تشوز، بس احنا بنقول لو جت على اي اس يقول لي بروف ذات ترانجل ده سيميلر ده. طيب دي اي بارلل بي سي هستفاد منها ايه؟ هستفاد ان الانجل دي يا جماعه لما اسمها 1 ايكوال انجل 2. اقول له ذيرفور ميجر انجل 1 ايكوال ميجر انجل 2، وده كنا بنسميه كورسبوندنج كورسبوندنج انجلز. هستفاد برضو ان ميجر انجل 3 ايكوال ميجر انجل 4، ودي برضو كورسبوندنج.
طيب طالما ده انا طالما ثبتت ان تو انجلز هنا قد تو انجلز في الترانجل الكبير، اقول له يبقى ذير فور ترانجل، ونكتبهم غالبا بنفس الترتيب، هنكتبهم نفس الترتيب اللي هو جاي لانه بيبقى فعلا ظابط الترتيب. او لو انا عايز انا اكتبهم من عندنا، اكتب الترانجل الاولاني اسمه براحتك، اكتبه اي دي اي 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 دي اللي يعجبك، ولكن الترانجل الثاني ظبطه على اسم ده. يعني ايه ظبطه على اسم ده؟ يعني الاي شوفها زي مين؟ الاي زي نفسها، الاي كومن انجل موجوده في الترانجل الصغير والترانجل الكبير، فاكتبها ايه؟ الدي زيها زي البي، يبقى تكتب بي ثاني حاجه، الاي زيها زي السي، فنكتب سي ثالث. يعني بعمله بالترتيب. بعد ما اعمل كده باثبت ان هم سيميلر، اقوم عامل الامبريلا بتاعت الامبريلا ازاي؟ ان انا اعمل ده اوفر ده، يعني اي دي اوفر اي بي ايكوال دي اي اوفر بي سي ايكوال اي اي اوفر اي سي، اللي هو موضوع الايه؟ البروبورشنال بتاعنا بتاع السايز. طب في الحاله دي ببتدي اعمل سبستتيوشن، الاي دي عندي ب 4، الاي بي كله 6، خد بالكم ان الاي بي مش ب 2، الاي بي كله 6، 4 و 2 6 ايكوال الدي اي، الدي اي مش موجود ولا السي بي موجود، فممكن ما اكتبهمش اصلا. نخش على الاي اي والاي سي بي، الاي اي مش موجود، خد بالكم بقى من الحته اللي جايه. الاي سي عباره عن ايه بقى؟ الاي سي عباره عن حتتين، عباره عن 1.5 بلس اي اي، يعني الاي سي عباره عن جزئين 1.5 بلس اي اي. ففي ناس عشان اي اي ده يعني ما يعملوش مشكله في الكروس مالتيبليكيشن، يقول لك ما انا ممكن اسميه اكس وخلاص، بدل ما اكتب اي اي اقول اكس، وبدل ما اقول ان الاي سي طوله 1.5 بلس اي بلس اي اي او بلس اكس، كده هيبقى اسهل في الكروس مالتيبليكيشن. ويبتدي يعمل كروس مالتيبليكيشن، 6 تايمز اكس ايكوال 6 اكس ايكوال ال 4 هعملها تايمز هنا، 4 تايمز 1.5 6، 4 تايمز اكس 4 اكس. كويس جدا. طيب يبتدي بقى يجيب الاكسات مع بعض، يعني كده 6 اكس ماينس 4 اكس ايكوال 6، طب 6 ماينس 4 يدينا 2 اكس ايكوال 6، يودي ال 2 بالديفايدد كملها هنا 20، يبقى 2 اكس ايكوال 6، يودي ال 2 بالديفايدد يبقى الاكس بكام؟ ب 3، يبقى ده طلع بكام؟ ب 3. لو هو ايه ده لو جايبها لي على اي سؤال بس، لكن انا كنت ممكن استنتجها من الاول ان طالما ده نص ده يبقى اكيد ده هيبقى نص ده 1.5 وده. لما اجي ابص برضه على المساله دي، هو جايب ايه؟ هو جايب لي زي ما انا ملاحظ ان دول يعتبروا تو ترانجلز، وبيقول لي ان ده بارلل لده، هو عايزني ايه؟ استخدمها في نسبه السيميلاريتي. طيب نفرض ان السؤال ده جاي لي اسم، نفرض السؤال ده جاي لي اسم، ولو مش جاي لي اسم، هو بصراحه جاي لي في امتحان تشوز، في الشكل ده يا جماعه بيبقى 2.5 اللي هو السايد ده بروبورشنال مع الحته التكمله بتاعته، يعني اكس ام بيبقى تابع الام ان. يعني لما اجي اشتغل اقول ايه؟ اقول 2.5 اوفر 6، يعني الجزء ده اوفر الجزء ده بيبقى ايكوال الجزء ده اوفر ده اللي انا مش عارف، يبقى ايكوال 2 اوفر اكس على طول، يبقى البارت ده اوفر ده يبقى ايكوال البارت ده اوفر البارت ده في المنظر ده. طيب وابتدي اعمل كروس مالتيبيكيشن وهتبقى سهله على فكره، 2.5 تايمز اكس 2.5 اكس، 6 تايمز 2 ب 12، ممكن اودي 2.5 بالديفايد الاقي الاكس طلعت بكام؟ هتطلع 24 اوفر 5، يعني هتديني 4.8، يبقى ده هتطلع 4.8، ده لو جاي لي في تشوز. لو هو عاوزني احلها او جايب لي السؤال ده كايزي، كنت هحله ازاي؟ كنت هضطر بقى اكتب ستيبس، اعمل له سينس ان ال زد بارلل واي اكس، احنا بنعرف الاثنين عشان لو جه كده نحله، جه كده ما نخسرش درجات ان شاء الله. ال زد بارلل واي اكس نستفاد منها ايه؟ ان الانجل دي اللي اكس ايكوال انجل ال الترنيت انجلز اللي هو حرف جد حرف زد، ميجر انجل اكس ايكوال ميجر انجل ال
دول بنسميهم الترنيت، اللي هم عاملين حرف زد. في نفس الوقت انجل واي ايكوال انجل زد برضه الترنيت. يبقى دي ايكوال دي ودي ايكوال. تمام؟ طيب طالما اثبتت ان تو انجل زينا ايكوال تو انجل زينا، يبقى ذير فور تراينجل زي ما اتفقنا بقى. اكتب اسم الترينجل الاولاني براحتك خالص، اكتبه مثلا اكس ام واي. بس الترينجل الثاني ما تكتبوش براحتك. استنى بقى واحده واحده كده. هي انجل اكس زي مين؟ زي ال، يبقى اكتب ال الاول. طب انجل ام زي مين؟ زي نفسها، لان ام دي اصلا ايكوال بعضهم في او اي، سوا بعض ايه؟ في او اي. يبقى انجل ام زي نفسها. انجل واي زي انجل زد. لازم في الترتيب اكتب الترتيب صح بتاع الترانجل الثاني بناء على الاولاني. الاولاني اكتبه اي اسم براحتي، يعني اكس ام واي، واي ام اكس. الثاني ارتبه على اساس بناء على التساوي بتاع الانجلز بتاعتي. طيب هاجي بقى دلوقتي هو قايل له ايه؟ يبقى اكس ام اوفر ال ام، ام واي اوفر ام زد، اكس واي اوفر ال زد. وابتدي اعوض. طب هتعوض ازاي؟ اكس ام بكام؟ 2.5 اوفر ال ام اللي هو بكام؟ ال ام ب 6، ام واي ب 2، ام زد مش موجود، ممكن تسميه ام زد ممكن تسميه اكس بقى. هتلاحظ ان احنا وصلنا للمعلومه اللي احنا جبناها من الاول. لو انا للسؤال بتاعنا تشوز اللي هو ان ده اوفر ده ايكوال ده اوفر ده، واعمل كروس مالتيبليكيشن وخلاص. وعلى فكره الكروس مالتيبليكيشن طالما عندك اكس بس هي اللي ناقصه، انت ممكن تجيبها على طول كده، تقول له اكس ايكوال اللي شابك مع الاكس ده يا جماعه خليه ده، واعمل توتال 6 وهتحسبها برضو بالكالكوليتور، هتطلع معاك 4.8. ساعات بقى يقول لي طب هو الواي زد طوله كام؟ الواي زد طوله كام؟ اقول له بسيط، انا الام زد جبته 4.8. طب ما هو الواي زد يعني معناها 2 مع 4.8، يعني لو طلب مني الواي زد اقول له هيبقى الحته دي 2 الحته دي 4.8، هنجمعهم هيطلع كام؟ هيطلع 6.8 وخلاص على كده. انا كده جبت له الايه؟ المطلوب. طيب مسألة نمبر 11 بيقول لي ايه؟ The ratio between the lenses of two corresponding sides of two similar polygons is 5 to 4. طيب يا احنا ممكن نقول ال ratio زي ما اتفقنا، في ناس بيكتبها كده side 1 اس دي اختصار اس، و side 2 equal كام؟ equal 5 to 4. وفي ناس ممكن يكتبها يقول سايد 1 اوفر سايد 2 ايكوال 5 اوفر 4. اللي يكتبها كده صح واللي يكتبها كده صح. يعني اللي يكتبها بالاوفر صح واللي يكتبها بعلامه الريشو صح. And the difference between their areas، the difference between their areas يعني معناها area 1 minus area 2 يقول لي ايكوال كام؟ ايكوال 27. ثانية واحدة، أنا عندي رول بتقول لي إيه؟ بتقول لي then the area of the smaller polygon، أنا عايز الـ area بتاع الصغير. طب أكيد الصغير هيبقى هو ده، طالما difference between areas، يعني لو ده الـ area بتاع الأولاني خلي الـ area دايماً اسمه، يبقى دايماً برزولها باسمه في الـ polygons والـ triangles والكلام ده. يبقى دول المعلومتين اللي عندي. يعني ممكن نخلي دي كمعلومة، خلاص بقى بلاش الـ ratio اللي هي كده دي، نخليها بقى side 1 over side 2. ايكوال 5 over 4. و A1 minus A2 دايما الخص المعلومات بتاعتي كده زي الفيزيكس كده. طب ال A2 كده هيبقى هو المطلوب مني لانه عايز الاريا بتاع السمولر. هي دي المجهوله. طيب احنا اتفقنا ان انت
انا عندي سايد 1 اوفر سايد 2. لو انت عايز تجيب الاريا الاولى اوفر الاريا الثانيه اللي هي الريشوز،